ابن سليمان شاه أرطغرل لا يسلم سلاحه. يا الله! في ليلة باردة مظلمة قاتمة لا يسمع فيها إلا صوت صرير الرياح وصراصير الشتاء في الخارج، أقبل أهل القرية كل إلى فراشه للنوم، إلا أن الله كان قد قضى على هذه القرية أن تكون هذه الساعات هي ساعاتها الأخيرة، لأن التتار كانوا قد أقبلوا ورماحهم قد أشرعوا وسيوفهم قد أظهروا والكفر يلوح من وجوههم مسيرة عام وعام. بدأ التتار باجتياح هذه القرية بكل وحشية وبربرية، يحرقون البيوت ويقصفون المباني ويروعون كل آمن، وبدأت صيحات النساء المسكينات تعلو وصراخ الأطفال يفوق صوت القصف من شدة الخوف والرعب، والتتار كالجراد المنتشر بصوت صهيل خيولهم القوية ومنجنيقاتهم النارية وأخلاقهم البربرية وصفاتهم الهمجية، وقد بدأوا بسفك الدماء النقية برماحهم خوارق وسيوفهم الصواعق، وكان من استطاع الفرار من هذه الهجمة المغولية كأنه بعث من جديد، فالداخل مفقود والخارج مولود. ولحسن الحظ أنه كتب في اللوح المحفوظ النجاة لقبيلة صغيرة تدعى قاي، سيكون لها شأن فيما بعد كبير وفعل خطير، فرضت حاليا بالمهانة والتهجير ومشت وفق المقادير فنجاها السميع البصير. هذه القبيلة هي نواة الدولة العثمانية التي ستحكم العالم أكثر من 700 عام كاملة، ترفع شأن الإسلام وتذل الشرك وأهله. جمع سليمان شاه هذه القبيلة وفر بهم من تركستان إلى الغرب في القرن الثالث عشر الميلادي إثر بدء الغزو المغولي لآسيا الوسطى، ونزح حوالي 50,000 شخص من تركستان إلى شرق الأناضول، واستقروا في ديار بكر وأخلاط وأورفا هربا من المغول. وفي مدينة أخلاط ولد أرطغرل الغازي الذي سيكون فيما بعد أول سلاطين بني عثمان. مرت الأيام والأشهر والسنين، وهاجرت قبيلة قاي من مدينة أخلاط بعد أن شعرت بالخطر الداهم من جراء الاجتياح المغولي القادم من الشرق بقيادة خاقان المغول الكبير الذي وصل إلى أبواب الأناضول في عام 1229، وأسرعت القبيلة بقيادة زعيمها سليمان شاه وهبطوا في ضفاف نهر دجلة قادما من ماردين قاطعا مسافة شاسعة، يصحبهم 1000 فارس من كردستان و400 خيمة ستكون نواة الدولة العثمانية. سوف تكون السيوف مستعدة لتواجه العدو؟ من يأخذ منا روحاً نأخذ منه 1000 روح، وهذا آخر القول. ولما هدأت موجة المد المغولي رغب سليمان شاه في الرجوع إلى موطنه الأول مع قبيلته، فاتجه نحو الرقة وأراد عبور نهر الفرات، فخرج التتار من مكان مفاجئ بشكل جافل مجفل وبدأوا بمطاردته هو ومن معه برا وبحرا فوق كل حجر ومدر. وعندما أراد عبور النهر فرارا منهم هوى فيه وغرق في عام 628 هجريا، ودفن هناك قرب قلعة جعبر السورية في قصة هرب شبيه جدا بفرار صقر بني أمية من بني العباس إلى الأندلس. ففي تلك المرة نجا عبد الرحمن الداخل من النهر وقتل أخوه، وفي هذه المرة نجا أبناء سليمان شاه وغرقه. وبعد غرق سليمان شاه اختلف أبناؤه الأربعة في الطريق التي يجب أن يسلكوها، أما ابنه الأكبر سنقور فقد حقق رغبة أبيه وعاد مع أخيه إلى موطنهم الأول، وأما الأخوان الآخران وهما أرطغرل ودندان فقد واصلا تقدمهما. كان أرطغرل هو زعيم القبيلة المتبقية من القبيلة الذي واصل تحركه نحو الشمال الغربي من إسطنبول إلى جزء الأناضول، وكان معه حوالي 100 أسرة وأكثر من 400 فارس. قاد الأمير أرطغرل قبيلته نحو الأراضي السلجوقية، وبعد أن قطع مسافات شاسعة أراد يوما مع فرسان قبيلته أن يستطلع الجهات، وإذ صادفوا جيشين يستعدان للقتال وكان أحدهما أقل عددا من الآخر، فانضم
أرطغرل بقومه وقوته إلى الجانب الضعيف، لأنه كان يميل دائما لمساعدة الضعفاء. ولكنه لم ينضم في بداية المعركة وبشكل مباشر، بل إنه انتظر وتريث يرقب الأحداث من بعيد ويشاهد ما يجري عن كثب. كان أحد هذين الجيشين وهو الضعيف للسلطان علاء الدين كيقباد وهو علاء الدين السلجوقي، والجيش الثاني القوي هو للسلطان الخوارزمي المطرود من مملكته في الشرق. وعندما بدأت المعركة تطحن من الجانبين وشمرت الحرب عن ساقها، تلقي الكمات الفرسان عن ظهور جيادهم، وقد علا غبار المعركة واشتد وطيسها وكثرت الدماء وتطايرت الأشلاء، وبدأ النصر يلوح في الأفق لصالح السلطان الخوارزمي. هنا بدأ الجيش السلجوقي تنكسر ميمنته وتسقط رايته، ويرجع القهقر في علامة واضحة للهزيمة الساحقة التي ستحل به قريباً. حينئذ كان أرطغرل وفرسانه يمسكون أعنة خيولهم، فتحركت الغيرة على الضعيف حينها وانضم إليه مساعدا له، فهب منقذا وهبط ساحة المعركة ضاربا وطاعنا. يقال عن أرطغرل أنه لا ينازل في ساحات الوغى من شدة فروسيته وشجاعته، وكذلك الفرسان الذين معه من أشد الفرسان ضراوة وقوة. وبدأ القتل بين الصفين كيفما اتفق، وكر السلاجقة ومعهم أرطغرل على الخوارزميين فشقوا قلب الجيش، ثم كروا ثانية فكسروا ميسرته وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم وهزموهم شر هزيمة. وفر من الخوارزميين من كان جواده أسبق ومن كتب له عمر جديد، وبذلك حول أرطغرل الهزيمة إلى نصر والكسر إلى جبر بدون سابق إنذار أو عذر. وكان توقيت هذا بعد أن انفجر الفجر، فلما انتهت الحرب بينهما ويسر الله الظفر للسلاجقة بمساعدة أرطغرل وعشيرته وانقضى القتال وعلم السلطان السلجوقي بذلك، استدعى إليه أرطغرل الذي هو رئيس هؤلاء الغرباء الذين هبوا لنصرته. وبعد أن وقف منه على حالته وحالة عشيرته، أظهر له عظيم ارتياحه ومزيد شكره، وخلع عليه وعلى أخيه وأعطاهم الأراضي الواقعة بجهة آسك شهير. انتهى مجدك الآن أرطغرل. ليكن المجد لكم، فنحن تكفينا الشهادة. وبعد ذلك أخذ أرطغرل في مساعدة علاء الدين السلجوقي في أكثر معاركه الحربية ضد المغول ودولة الروم، وكانت المعارك كثيرة بين هذه الأطراف في هذه الفترة، فلم يجد للراحة مكانا في حياتهم. وعلاء الدين السلجوقي في حالة حرب مستمرة في الروم والمغول، لا يريح ولا يدع أحدا يستريح، فمن ظهور الخيل إلى ظهور الخيل، ومن الضرب بالسيف إلى الطعن بالرمح. ولذلك كان لأرطغرل وقع كبير وأثر شهير في هذه المعارك وهذا المصير مع علاء الدين ومن والاه من السلجوقيين. ولذلك زاد السلطان علاء الدين وأبناؤه من بعده الأراضي والإقطاعات لأرطغرل، وتنازل له عن قطعة من بلاده الأصلية وقطعة مما فتحه من دولة القسطنطينية، وهي الجبهة المسماة الآن بالسلطانية. فكانت تلك الأراضي بما فيها جهة سكود هي مهد الدولة العثمانية. ولما وقعت الحرب بعد ذلك بين السلطان علاء الدين والمغول لتعرضهم لبلاده، فوض أمر المحافظة على قلعة كوتاهيا التي استولى عليها المغول للأمير أرطغرل، فدارت عدة معارك شرسة بين أرطغرل والمغول، كان وقعها شديد ووصفها رهيب وكيدها مديد. وقعت هذه المعارك لاسترداد هذه القلعة، واستطاع فعلا استردادها بعد أن كسر المغول في عدة وقائع. فعلت منزلة أرطغرل عند السلطان علاء الدين، ولم يزل أرطغرل يقارع أعداء علاء الدين مؤيدا منصورا ظافرا حتى توفي في عام 680 هجريا. توفي في سكود وخلفه ابنه عثمان. ابن سليمان شاه أرطغرل. أرطغرل حسبنا الله، حسبنا الله.
كانت تلك الأراضي التي منحهم إياها السلطان علاء الدين في الحدود الغربية للأناضول بجوار ثغور الروم، العدو الأول للمسلمين، مما أتاح لهم توسيعها على حساب الروم. وكانت مساحة هذه الأراضي 2000 كيلومتر، واستطاع أرطغرل أثناء جهاده مع البيزنطيين توسيعها إلى عدد كبير، وصل إلى زهاء 5000 كيلومترا مربع. إن رايتنا هي رمز للعدالة على الأرض التي ترفع فوقها، وبإذن الله تعالى قد شرفت هذا المكان بعد تطهيره من الأعداء. استطاعت القبيلة أن تحصل على منطقة كانت تعرف بقرج طاغ، وأخذت القبيلة تمارس نشاطها على المستوى الاقتصادي لتضمن وجودها، وعلى المستوى السياسي لتضمن ثباتها في الموقع الذي استوطنت فيه. ثم كان للأعمال الجهادية ضد البيزنطيين أن نالت مرتبة الإمارة في عهد عثمان بن أرطغرل، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى توافد مجموعات أخرى من المجاهدين. وكان عدد الفرسان الذين قادهم أرطغرل في بداية اشتراكه مع السلطان علاء الدين السلجوقي كانوا تقريبا 400 فارس. هؤلاء هم الذين أسسوا الدولة العثمانية العلية، وهم من قبيلة قاي أو قابي، ومعنى قاي الشخص الذي لديه القوة والسلطة، ورمز القبيلة هو طائر السنقر الذي هو أضخم أنواع الصقور، لذلك تراهم يضعون على أكتافهم هذه الصقور قبل بداية المعارك وأثناء تنقلهم. كان أرطغرل غازي على علم بالصراع الواقع بين يوحنا الثالث إمبراطور نيقيا وعلاء الدين سلطان السلاجقة حول منطقة أويو وأنغوري، فشارك أرطغرل غازي في القتال الدائر بينهما بغرض خدمة الجيش السلجوقي، وشارك في حصار قلعة قرة حصار. وفرح السلطان علاء الدين بمشاركة أرطغرل مجددا معه في القتال، وعينه رئيسا للمحاربين المهاجمين. مائدة عظيمة كهذه تعني أنكم أغنياء، سنرفع الجزية التي فرضناها عليكم إلى الضعف. انتهى اجتماعكم الآن، اذهبوا جميعكم من على المائدة. أنا ورجالي سنشبع بطوننا وسنمضي ليلتنا في خيمتك. أخلوا الخيمة فورا، وهذه الجميلة ستقوم بخدمتنا. تعالي لأراك. تدخل خيمتي عنوة وتستهزئ بعاداتنا. من ينظر إلى ضيفنا بعين زائغة نقتلعها، وإن تجرأ ومد يده عليه نقطعها. وفي عام 1243 وقعت معركة جبل كوساطاغ بين السلاجقة والمغول، وانتهت بانتصار المغول. وكان ذلك بعد انسحاب المغول من الحملة التي كانت متجهة لغزو أوروبا. أوقفوا الحملة بسبب موت الخان الأعظم، وتوجهوا نحو الأناضول واستولوا على عدة مدن هناك. وبعد المعركة وهزيمة السلاجقة على يد المغول، وبعد فرار السلطان من أرض المعركة، وافق السلطان على دفع الجزية للمغول، وبقي السلاطين الروم بعد ذلك ألعوبة بيد المغول، وقسموا الأناضول وفرضوا الجزية والإتاوات. وفي إحدى الليالي قدم المغول على خيمة أرطغرل كعادة الجنود الذين لا شغل لهم إلا التكسير من كبرياء المسلمين والسلاجقة، فدخلوا خيمة أرطغرل وأرادوا أخذ ما لديه من طعام مجهز لأفراد القبيلة، وتنازعوا مع أرطغرل في الكلام ورفعوا الجزية عليهم. وعندما أرادوا أخذ إحدى نساء القبيلة التي استحسنوها لجمالها، قتلهم أرطغرل وقطع أيديهم. بعد ذلك أكمل أرطغرل مشاركته في حروب السلاجقة ضد المغول، وقام بهجمات على الأراضي البيزنطية. ونتيجة لمساعدة أرطغرل لسلاجقة الروم في حروبهم ضد البيزنطيين، تلقى أراض جديدة في منطقة جبلية بالقرب من أنقرة، وقام أرطغرل بضم سوغوت بعد ذلك مكونا إقطاعية خاصة به، وأصبحت سوغوت عاصمة الدولة أو الإمارة العثمانية الناشئة في البداية. وانضم إلى أرطغرل فيما بعد التركمان الذين قدموا عندما اتسعت رقعة الأراضي التي فتحها أرطغرل غازي خلال نصف قرن. فشكل التركمان الرحل العنصر النابض في تلك الإمارة الناشئة، وكانوا ذا فاعلية كبيرة وثقافة، وكانوا محاربين أشداء يحبون القتال والغزو، وينتسب كل واحد منهم إلى أحد شيوخ الطرق الصوفية. كما أصبح من رعايا أرطغرل مسيحيون روم نتيجة الفتوحات للدولة البيزنطية.
وكان الشيوخ الدراويش يطلق عليهم الغزاة الدراويش. كانوا يقومون بتربية التركمان تربية دينية وحثهم على الغزو والفتح لبلاد الروم. واهتم أرطغرل بتوطين هؤلاء في الأراضي الجديدة وبناء المساجد والتكايا لهم. واستمر أرطغرل في حماية حدود سلطانه والدفاع عن الحدود المتاخمة للروم البيزنطيين، يصد خطرهم ويتوسع في أراضيهم هو ومن ثم أبناؤه وأحفاده. اكتسب أرطغرل لقب غازي نتيجة غزواته التي خاضها ضد البيزنطيين وتوسيع أراضيه خلال المدة التي قدرت بنصف قرن تقريبا، والتي قضاها كأميرا على تلك المقاطعة الحدودية. والتقى أرطغرل بمحيي الدين بن عربي عند علاء الدين السلجوقي، ولكن ابن عربي وجد انحرافا في طريقة التصوف عند علاء الدين، فقال له: يا علاء الدين، إن كنت وجدت مرشدا آخر في التصوف فقد وجدت أنا مريدا غيرك. وأخذ بيد عثمان بن أرطغرل. كان لأرطغرل ثلاثة أبناء، أحدهم توفي في معركة التواؤم أثناء تأسيس الدولة العثمانية، وآخرهم وأهمهم هو عثمان مؤسس الدولة العثمانية الذي سنتكلم عنه في الفيديو القادم إن شاء الله. وقد أسمى أرطغرل ابنه بعثمان تيمنا باسم الصحابي الجليل عثمان بن عفان. كان الشيخ أديبالي شيخا تركيا ذا نفوذ كبير، ساعد في تشكيل وتطوير سياسات الدولة العثمانية المتنامية، وهو بمثابة الأب الروحي لأرطغرل ومعلما وحما لابنه عثمان. وكثيرا ما يتحدث أديبالي مع أرطغرل الغازي عن الإسلام وحالة المسلمين في الأناضول. وحلم عثمان بن أرطغرل في تلك الليلة أن هلال القمر خرج من صدر أديبالي ودخل بلده، وكان تفسير الحلم يؤدي إلى إقامة الدولة العثمانية. وكانت ابنة أديبالي متزوجة من عثمان، وكانت نصائح أديبالي تشكل دستورا وقانونا لنظم الإدارة العثمانية شكلتها مدة ستة قرون تقريبا. توفي أرطغرل الغازي عن عمر يناهز 90 عاما بعد حياة حافلة بالجهاد والمعارك وعظائم الأمور، وكان بمثابة البطل الذي خلق من كبد المعاناة بعد رحلة فرار طويلة ليضع بذرة ونواة الدولة العلية العثمانية التي استمرت زهاء 700 عام. وبعد أن احتل اليونانيون مدينة سوغوت في عام 1921، أطلقوا الرصاص على قبر أرطغرل وتحول القبر لاحقا إلى ضريح. وأوصى أرطغرل الغازي ابنه عثمان بوصية طويلة قيمة يحثه فيها بضرورة الاهتمام بأولياء الله من العلماء، ويحثه على عدم عصيان الشيخ أديبالي، وكتب له الوصية التي جاء فيها: انظر يا بني، يمكن أن تؤذيني ولكن لا تؤذي الشيخ أديبالي، فهو الشمس المعنوية لعشيرتنا، ولا تخطئ ميزانه قدر درهم. كن ضدي ولا تكن ضده، فإنك لو كنت ضدي سأحزن وأتأذى، أما لو كنت ضده فإن عيني لن تنظر إليك، وإن نظرت فلن تراك. إن كلماتي ليست من أجل الشيخ إديبالي، بل هي من أجلك أنت، ولتعتبر مقالتي هذا وصية لك. وسوف نتكلم في الفيديو القادم عن المؤسس عثمان بن أرطغرل الذي ستكون له وقائع جلية وأيام أسطورية.